هذا الفيديو راح نتعلم شلون نقدر نكسر تردد المونيتر او الشاشة، يعني او ما يسمى بالهرتزية. على سبيل المثال انا اشتريت لي مونيتر تردده 60 هرتز، اريد اخليه مثلا 75 هرتز. طبعا الغاية من هذا الشيء، المستخدم العادي قد ما يلاحظ هذا الشيء، بس طبعا اذا شخص بالالعاب الاونلاين او من هذا القبيل يستفاد منها. ابسط مثال هسه اذا اريد نوضح شنو الهرتزيه، هسه اذا سوي مثل هذا البرنامج او اريد السحبه، اذا نلاحظ مثلا حركه المؤشر كل ما ازدادت كل ما يكون نوع من الغواش، يعني يصعب على العين ترصده بهذه الابعاد او بهذا البعد بهذا المكان. بالنسبه لها سوينا خطوط، سوينا مثلا مخطط بياني او بهذا الموضع، يعني راح تكون صعب على العين ترصد المؤشر بسرعة كبيرة أثناء انتقاله. نفس المثال بالنسبة للألعاب، إذا مثلا حركة المؤشر السلاح أو اللاعب اللي أمامك، يعني كل ما تزيد حركته أو سرعته راح يكون بيها نوع من الغواش إذا كان التردد قليل. يعني قدرة المونيتر أو الشاشة على رصد الحركة وتثبيتها بدقة في المكان أو في الأبعاد أو في البكسلات الموجودة في المونيتر. يعني على سبيل المثال إذا 140 ترددها أحسن من 100، أحسن من 60، يعني ممكن ما نشوف مثلا خواش بالمؤشر، لا هنا أنا راح نشوف بدقة إنه نسبة الريفرش مع المونيتر راح تبيني إنه الدقة أفضل. شلون أقدر أسوي السرعة؟ هسه على سبيل المثال أنا هاي المونيتر عندي سامسونج شاشة 22 بوصة، ترددها 60، أقدر أسوي مثلا 75. طبعا العلم هاي يعني بيها نوع من الخطورة، احتمال تقلل من عمر الشاشة هسه راح يجد من التحذير. إذا كانت الشاشة مالتك انفيديا، مجرد ندوس كليك أيمن على سطح المكتب اختار انفيديا كنترول بانل، طلع هاي انفيديا كنترول بانل. طبعا نتوجه أول مرة adjust desktop size and position، ورغم طلعت النهاية الفقرة المهمة لازم أول ما أحدد هاي قل override the scale mode set by the games and programs، يعني أنا أريد الشيء أنا أريد أسوي، ما أريد مثلا يعتمد على غير شيء حدد. طبعا نو وين اروح الى تشينج ريزولوشن، اختار تشينج ريزولوشن، اختار كاستمايز. من اختار كاستمايز اقل انيبل ريزولوشن نوت اكسبوزد باي ديسبلاي، يعني قصد الشيء ما مثل ما محدده المونيتور اللي انا رابط عليه، مثلا شيء اريد اسوي اكثر او شيء يختلف عن الشيء الطبيعي بالنسبه للمونيتور. اريد طبعا انيبل اقله واقول لك كريت كاستم ريزولوشن، اذا ما حددنا هذا ما راح يخليني اغير. هنا يعني احنا الدقة مالتنا الافتراضية مال مونيتر هي 1920x1080، يعني فول اتش دي، بس هنا عندي ريفرش ريت، راح شو اسوي؟ ابدي ازود بيه رقم واقول له تيست. من هنا لما يعطيني اسوي بلا مونيتر ريفرش شو اسوي ده، معناها هذا شيء اكثر من قابلية المونيتر، ما يقدر تسوي تردد بهذا المستوى. فشنو هي تلقائيا؟ احنا من صير شاشة سوداء يحسب تقريبا 20 ثانية انه بيرجع يرجع عدالات افتراضية. انا على سبيل المثال لان محاول قبل فوصلها تقريبا 75 هرتز، وصلها 75 هرتز قفلت على هذا الشيء. هنا أنا طبيعي كل شيء طبيعي، هاي هنا أنا ما لي شغل بيها، اقل تيست. هسه يقول لي تم تغيير شو اسمه استقبلت المونيتر هذا الشيء وصارت ريدت 75 هرتز، اقول له يس هاي انضافت بعد هاي الدقة الجديدة اللي هي 1080 بس التردد مالته 75 هرتز، اقول له اوكي. هسه هنا طلعت لي هاي، طبعا هو راح يحددها اختارها، اقول له ابلاي، اقول له يس. انتظر شوية، هسه قدرت اتحكم انا بالمونيتر وصارت دقتها 75 هرتز. يعني مثل ما اقول هو يجوز فرق بسيط ما نلاحظه، بس يجوز بالالعاب او بالشيء ثاني مثلا التصاميم لاحظ هذا الشيء. يعني احنا كل الاحوال هو مو فرق بسيط، بس اكو تحسن نوعا ما، اكو تحسن عن الحاله اللي قبلها. واذا عندك مثلا مونيتر 144 هرتز ما تقدر تسوي تردد معناته لا تردد اعلى. واتمنى يكون هذا الشرح